مرحبا بكم من جديد في التاسعة فوت. قبل ما نكمل هذه الحلقة الخاصة ولكن ما قلنا بالترجي الرياضي التونسي وفوز بالبطولة 27 في تاريخ، وهذا تقرير على جمهور الترجي الرياضي التونسي، وبعد نرجع نكمل الحصة. برشا عوامل ونقاط قوة في الترجي الموسم هذا خلت النادي يفوز بالبطولة 27 في تاريخه. إلى جانب الإدارة، الإطار الفني والملاعبية، جمهور الترجي كان له دور كبير خاصة في المرحلة الأخيرة من البطولة. إن شاء الله الجمهور ما ينظر بزياش اليوم. اليوم في كرافتات جاي العباد. هكا شنو تفرج؟ لا مش نبقوا عاقلين اليوم على الويكلوت الحجاج. هذا بينا نبقاو عاقلين ونطرح لي طوا. حضور بقوة، انضباط في المدارج والاكتفاء بالتشجيع، الكورفا سود في الجولات الأخرى يبعد على أي شغب في الملاعب أو اختراق للقوانين، والهدف تشجيع الفريق ودعمه للظفر باللقب. علي، شنو رايك في جمهور الترجي وشنو تقول؟ والله مش انا باش نحكي على جمهور الترجي، ظهر لي جمهور الترجي معروف، جمهور كبير، جمهور يدز جمعيته للاخر. ظهر لي اكثر حاجه قعدت لي في مخي اللي هي ماتش صفاقس، ظهر لي مالغري كو البونتو جا براتيكمون في الدقائق، معناها في الكاردور الاخراني نتاع الماتش، مي جمهور قعد يدز معنا للاخر، ظهر لي ما بخلش علينا. تحس جمهورنا كي دز معانا تحس عندك انرجي، معناها لازمك تخرجها، لازمك تعطي لو تو بور لو تو اللي عندك باش تحاول تفرح الجمهور ذاك الكبير. زاد الماتش الاخراني شفتو جا بعدد كبيره، ظهر لي ما تنجمش كذا تلعب، معناها ما تحاولش تتصور اللي انت تنجم معناها تخسر مثلا بارتي باش الجمهور هذاك الكل يروح متغشش، تحاول تعطي كل شيء لو ماكسيموم تاعك باش تحاول تفرحهم. انا واضح فرجاني، شنو البلوس اللي عطيو لكم جمهور الترجي في الحضور نتاعو؟ بون، اول حاجه جمهور الترجي تحسه شابع تترويت بالحق، كل ما تربح تيتر في الترجي ما تحس روحك جمهور، ما حسكش معناها حاجه كبير، حسك معناها تيتر. اي بالحق ما بتخرج قبل رميزه التروفي، هذه حسيتها من جد. بالحق فما ناس خرج من جمهور الترجي قبل رميزه التروفي، فرغت عادي، معناها هز تيتر، معناها هذاك اللي يخليك خلي كامل فرجاني. اي لا والله بالحق جمهور الترجي ما تهز تيتر حاجه عاديه، شامبيون كوب عندهم سي صفقوا لك شويه بسلامه اللي من بعده، فهمت؟ اما كان ما تهزش كوب، كان ما تهزش ما تهزش حاجه استناهم في الدور جمر عليك، معناها فهمت؟ بالحق جمهور الترجي سمع عاوننا برشا من الماتش الكل، براسك حاضر وسيرتو المنعرج الاخير اللي وقتها حشنا به نحن ابارتير، معناها سيرتو ماتش صفاقس كيما قال علي، معناها لازم معنا برشا بطريقه ولا طريقه الاخرى، وكان معناها ديسبليني ما رمي حد دبوز عمل حتى شغب، قاعد يدز معنا يعاوننا، ونحن كجوريات نسحقوا جمهور يعطينا شحنه كبيره، كل ما الجمهور يدز معنا واللي مو ديفيسيل اللي احنا نبداو فيهم في معناها خايبين ولا طايحين شويه هو يرجعنا وديما يصفق ويشجع فينا. دونك جمهور ترجي يعطي الصحه ويسحق البطولات هذيه، وبيان سور ان شاء الله نوعدوهم بتيتروات اخرين وان شاء الله ديما متالقين. يعني شنو كنت تخيل ان جمهور ترجي بالقوه هذه قبل ما تجي؟ معناها كي جيت لقيت الجمهور هذا كنت كيفاش لقيته؟ معناها شنو الامبرسيون اللي عندك عليه؟ وي جو سافي كو سيتي ان غران بوبليك avec il y a beaucoup de ferveur.
tous les jours, que ce soit dans le stade, dans les tribunes, à l'extérieur, même tous les jours. On peut croiser un supporter, il peut parler pendant 24 heures sans s'arrêter de l'Espérance. Il ne te laisse même pas rentrer à la maison. Et tu vois vraiment qu'ils aiment leur club. Parfois, ça m'arrivait d'être dans la voiture avec une veste, avec une capuche, et il arrive à me reconnaître. Y'a Badri. Comment tu fais? J'ai une capuche, une veste, y'a Badri. Tu vois, des fois, c'est là où vraiment je vois qu'ils aiment leur club. Une fois, j'étais à Carrefour et un supporter, il pleurait. Il me disait, avant chaque match, je pose le maillot. Pendant une heure et demie, j'écoute du Coran, je demande à Dieu qu'on gagne. Là, j'ai dit, c'est trop, là. Et vraiment, c'est là où j'ai vu que les supporters aiment énormément leur club. Et voilà, au quotidien, ils nous encouragent de partout. Donc, honnêtement, c'est magnifique. Et encore une fois, merci à eux. Riaf. حبيت الترجي هذه توصي ماهوش حب عادي صارت من وشات صغيره طلعت انت مشيت انت هذول هديت له انا وليد العارم طلعنا باش مناوش مش ما تكبرش معناها ولكن عائله موضوع معناها نحس انا روحي معناها احنا كنا قبل نقعدوا في المنزل نقعدوا في راج معناها ما بالعكس الجو تعدى به جماهير الترجي التونسي خاصه كما قالوا الخيال في مباراه النادي الرياضي الصفاقسي وقت اللي فما اقاويل انه الترجي مهدد معناها بالويكلو المباراه الاخيره انضباط معناها الاعصار بتاع العباد هذيك كل وانا نعرف معناها شي يحبوا يعبروا وش يحبوا يقولوا وصعوبه الماتش انضباط مثالي فما زوز تعاركوا وانسان قعدنا نضحكوا جمهور كل دار عليهم عنقوا بعضهم بالوقت زعما سامحونا رانا كنا باش نبلبزوا انضباط مساج واضح اللي راهو المباراه هذه لجورجي البارح هو الموعد نتاعنا الحقيقة تنقلوا معنا برشا تعبوا معنا برشا مش جديد عليهم كما قال لك تربحوا من غدوة هذاك اللي يرد الملاعب كومبيتيتور ما عندوش وقت باش يفرح ياسر لأنه جمهور بيدو ما فرحش ياسر جمهور بيدو من غدوة يقول لك ايش حضرتونا تو ماتش اثيوبي يجيبوا الربح الأولاد والكوب والكوب كيفاش تو احنا دوبليرة وسناء معناها هذاك اللي يخلي فريق كبير فريق ما يعيش كان على الألقاب خاصة الملاعبية كيما أنيس اللي يكونوا يلعبوا في بلجيكا ولا كي يجي للترجي كيعمل مقابلة تعادل من اكستيريور يرى الوجوه متبدلة ويرى الأمور ما عادش قد بعضها يبدا والله يا ربي يذكره بالخير عمار السويح بارتي أميكال يبداو مثلا عاملين نيول ولا خاسرين يراها الناس مكشبرة يقول لي يا أخي فسر لي حتى في الأميكال ما تخسروش أنتوما ولا شنو قول له بالحق سي لا بريسيون بوزيتيف أنا راه اللي ديما مطالب باش تعطي اكثر اللي ديما مطالب باش تقدم والملاعبي هذاك علاش يقدم وهذاك علاش الملاعب المستوى نتاعو يتحسن كيكون في الترجي الرياضي التونسي يتحسن تقلوا معنا برشا في بنقردان وسط اسبوع لقينا بالالاف العباد تتفرج في مباراه بنقردان في بنقردان مشاو معنا البلدان الكل تقريبا معناها قاموا بدور فعال الدور نتاعهم هو الاساسي حامين الترجي الرياضي التونسي موجودين سند لنا احنا في كل المواقف الحقيقه خاصه علاقه كبيره ما بين الهيئه المديره على راس حمدي المدب والاحباء اون كومونيك مانيش بعاد عليهم ديما تلقى معناها نقاشات ديما تلقى معناها مع رئيس النادي معنا احنا نشوفوا شنو الحلول نشوفوا شنو المشاكل يغيروا برشا على جمعيتهم يحبوا برشا جمعيتهم وبارك الله فيهم نعرف اللي ما لا شكر على واحد اي شنو نعمل دوره تاع كلمه ختام شنو نبدا بك فتحي لا انا نبدا بكلمه على الجمهور وهذيك كلمه الختام تاعي لان اعتبرها هامه جدا الجمهور الترجي اللاعب رقم واحد كيما بالنسبه للنادي الافريقي عنده كيف نفس النجم الساحلي جماهير رهيبه معز رهيبه اللي بداوا يعيطوا في استاد مشكلتي اليوم وانه اليوم اكثر من البطوله واكثر من الكاس واكثر من الشامبيونز ليج مشكلتي اليوم والفريق الوطني عنده المقابله اللي مع في رمضان مع 13 جوان كاس افريقيا ولكن عندنا 28 نوت 4 سبتمبر عندنا زوز مقابلات للفريق الوطني وعمري ما ريت ابار انا ونتذكر وانا صغير وبدايتي في الاعلاميه وقتها 77 11 نوفمبر وقت الملحمه ذيك من بعد عمري ما ريت جمهور تاع فريق وطني بالحماس نتاع الفرق نتاعنا. معناها الجمهور نتاع الفريق الوطني وكانوا جاي سبكتاتور. اليوم نقول للجماهير هذم في الترجي والنجم والنادي الصفاقسي والنادي الافريقي علاش مع البلاد لا؟ علاش مع كي يلعب الفريق الوطني لا؟
وراه بلدان اخرى معزه، راه الجزائر، راه المغرب، راهو كيلعب الفريق الوطني الجزائري من الخيبات يا فتحي. مش يبان لي ما يلزم من الخيبات يا فتحي، ما وصلناش لهذا. راهو فما زاده نقطه، خلني نقولوا احنا هنا الامور وكل شيء يكون بالمكشوف. وصلنا للحاله اكثر من هك، وصلنا بعض ساعات من لاعبيه من الفرق كي تمشي تلعب مباريات تلقى احتجاج من الفرق، من الجماهير اللي موجود من الفرق الاخرى. انا عندي من لاعبيه من الترجي الرياضي التونسي يجيو باهتين، يقول لي راهو زفروا علينا، لا لانهم ينتميوا للترجي الرياضي التونسي. وهو فرجاني يعرف معناها الامور هذه. احنا ديجا يلزم يعرف الجمهور الرياضي اللي راهو ينفوا لبس المريول وفات الالوان، ما عادش فما الوان. هذا دورنا احنا على كل هذا دورنا احنا باش نوعيو. اللي نحب نقوله اليوم، راهو اليوم السنه بالنسبه لي انا 2017 الكره التونسيه بصفه عامه، راهو لو كان غرق الفريق الوطني ما مشيش لكاس العالم الا لا يقدر، راهي كارثه الكرة القدم التونسيه. لانه معز لو يمشي ستكون باب الجنه يتحل، لانه فما تقريب 15 مليار معناها تنجم كل شيء يتصلح معناها في تونس. واللاعبيه جينيراسيون باهي، عندنا ملاعبيه، عندنا كورجيه، عندنا كورجيه. انا في الكان ابهرت بالفريق والملاعبيه اللي عندنا، وني بكلمه حلوه قال لي رياض قبيله في اللوب، قال لي ريت داخلين في التونيل الماتش ضغطوا، قال لي فرجاني وبن عمر يضحكوا يتباوسوا، قال لي انا قاعد بيت اخي. ما ريتش كيفاش مشالوا بعد الماتش، مش مشيت بن عمر بعد الماتش الدخول قبل الفرجاني ما في بالوش اللي انا وراهم نشوف يا معز قبل الماتش. هاي الرسائل اللي نحبوا نوصلوها للجماهير. احنا اليوم الجماهير راهو كره القدم التونسيه في الميزان، راهو كيما البلاد يقولوا دخلت في الروج اقتصاديا اجتماعيا، راهو كرويا حاشتنا بالكل نكون وراء الفريق الوطني. واضح. كلمة ختام خل بوه. لازم نشكر الفرق الكل اللي لعبت البلاي اوف رغم الكل يعني اللي صار من احتجاجات وعارك ومعروك، لكن اونفان رينا مقابله نتاع نهائي تليق بزوز فرق في عرق الترجي والنجم الرياضي الساحلي. مرة أخرى نهنيو ترجي، جمهور، إدارة، لاعبين، إطار فني، الناس كل الملاعبين. نقول لهم راهو آخر صيف صيفتوه، راهو الصيف اللي تعدى، خاطر داخلين في سيكل باش نساو فيه الصيف. فو دوفي إتر فور مونتالمون، خاطر هذاك ترجي رياضي تونسي. السيزون بدات سنة بالنسبة لبرشا جماهير، لأنه الفريق ديما التركيز نتاعو على ربيت الأبطال. البريسيون باش تزيد تطلع، دونك نتمنى لكم حظ اوفر. علي كلمه الاخيره. والله نحب جو ريميرسي معناها كل اي طرف ساهم في التتويج هذاك، سواء اداره تاع الترجي الرياضي التونسي، اللاعبين، الاطار الطبي، الاطار الفني، معناها كاحنا زاد الجوائات ظهر لي هذا التتويج معناها كيما نقولوا ثمره تاع خدمه تاع عمل كامل. نصور نكملوا نفرحوا توا عندنا كيما نقولوا اليوم كملوا نفرحوا، غدوه نرجعوا ليزونترينمون نركزوا على اوبجيكتيف اللي هو تشامبيونز ليغ، نرجعوا نخدموا على رواحنا نحطوا ساقينا في القاعه، ننساو التتويج هذا، نخموا في المستقبل ان شاء الله بحول الله جاي خير. رجاني انا عندي مساج جمهور ترجي، ان شاء الله نعدوهم بالتتويجات كل عام، وكل عام نلعبوا على تيتر، وان شاء الله نعدوهم باش نحاولوا تشامبيونز ليغ نحققوا لهم الحلم هذا. والمساج الثاني هو الجماهير التونسيه، ان شاء الله نوعدوهم ان شاء الله باش نترشحوا ان شاء الله للمونديال الروسي. ان شاء الله ترشحوا اخويا، خلينا نمشيو احنا زاد ان شاء الله. علاش نوعدوا بهم ان شاء الله؟ خاطر ربي خلينا خير ان شاء الله. خلينا نمشيو لروسيا خالد، نعملوا بلاتو من غادي. البلاد حلوه هايله، البلاد هاي البلاد هايله. Moi je remercie tout le club, tous les supporters de l'Espérance. Voilà, toute ma famille, ma femme. Aussi, les proches sont souvent derrière nous aussi tout au long de l'année, pendant les moments difficiles, comme dans les bons moments. Donc voilà, tout simplement. يزمها راهو ما فاهم هذاك فرجاني اللي قعدت بيه تدي على حتى ما فاهم لا ما فاهم هذه ما فاهم هذه مرتي رياض نعطيك كلمة ختام تاع البرنامج ما فاهم وصي لا نقول معناها نشكر الناس اللي ما تظهرش، الناس اللي ما يعرفوهمش، لانه في الترجي الرياضي التونسي عدة أشخاص يعملوا ويخدموا في الإدارة ويخدموا ما نجموش. إن شاء الله نقول لهم مبروك علينا الكل، نرجعوا للعمل، نرجعوا للكونسنتري، نرجعوا لانضباطنا نتاع العادة. إن شاء الله الجماهير ديما تكون معانا وديما يد واحدة الناس الكل. من نجم نقول كان إن شاء الله الموسم الجاي زاد خير من الموسم هذا،
حتى على مستوى الرياضة التونسية. حظ وافر الفريق الوطني التونسي خاصة في الاستحقاق الأولاني عنده في جوان، سهرة رمضانية أكيد الجماهير التونسية باش تكون حاضرة في أفيش كيما هذيك في رمضان 11 تاع الليل. إن شاء الله بالتوفيق للفريق الوطني التونسي. واضح فتحي وخالد وعلي فرجاني أنيس ورياس وكان حضوركم معنا اليوم في التاسعة فوت. والله يا سيد خلى بلاصته اليوم موجود البارح جاء البارح هكا جاء البارح اليوم مش والله سيد حبيته موجود حبيته موجود عنده شوية إحصائيات اليوم ما فيهاش إحصائيات اليوم. تحية لي سيد قحبيش وناصر البدري وجدي للصيد. احنا نتلقاو في الرياضيا دومي فينال تاع الكوب نصف نهائي كاس تونس نهار السبت يجي 27 نهار السبت 27 ماي مباراة نادي الرياضي حملنف والنادي الافريقي، ونهار الاحد مباراة اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي. زوج مباريات هذوما باش يدوم على قناة التاسعة، وفي السياسة نتلقاو في آخر حصة من الموسم هذا نهار الخميس الجاي في التاسعة مساء. من الوقت نتمنى لكم أوقات طيبة على قناة التاسعة. صحراء Shit.